من خلال زيارتنا لاحظنا أن فيه مناطق في المنطقة الجبلية بعد ما رأينا عليهم أن فيه أقسام وفيه وحدات موجودة على الورق فقط، ما فيش الأشخاص موجودين، المجموعة العاملة موجودة، لكن لا عندهم مقر ولا عندهم سيارة ولا عندهم أي وسيلة من وسائل الإطفاء. عندهم سيارات إطفاء تمت استعمالهم، معاش نقول بديل ومعاش نقول حتى وين يعبوا الاسطوانة الغاز، وتعرضوا حتى لبعض المشاكل من المواطنين، لأن المواطن يجي يجري لهيئة السلامة زودوا عندي حريق، يطلع يقول له ما عنديش فاش نمشي، ما عنديش كيف ندير لك، ما عنديش شيء ندير له لك، شنو وجودك امال انت هنا برا، روح ارقد في حوشك. هذه المشاكل لقيناها عند اغلب الاقسام واغلب الوحدات. فيه مناطق مرينا عليها فيها وحده، خش الوحده، وين الوحده؟ الوحده نلقاها عباره عن دار موجوده ماهيش ملكهم، يعطي تالهم البلديه، يعطي تالهم مدرسه، يعطيها لهم مقر حكومي، مركز شرطه، دار تخش، وين سيارتكم؟ عندنا السيارة. وين استوانات الغاز نتاعكم؟ تامات وهم فراغات ما هناش. شنو إمكانياتكم؟ ما عندناش أي إمكانيات. شنو وفروا لكم؟ ما وفروا لنا شيء. هنا كيف بنلوم عليها هنا؟ العامل هذا أو الرجل هاي السلام كيف بنلوم عليه؟ نقول له كيف ما تأديش عملك؟ لازم من توفير هالإمكانيات هذه. بالنسبة للأطفال فيه عدد كبير، مع عدد كبير يوصل حتى لل 500 وكسر، اللي بين اللي يحتاجوا لجراحة قلب وبين اللي يحتاجوا لقسطرة علاجية، فيه أعداد كبيرة. وطبعا الموضوع دائما في التزايد، كل مرة ترد عندنا حالات جديدة
يتم اكتشافها من دوي الأطفال هذوماي، ويجوا يتقدموا للمركز وتم الكشف عليهم ودراجهم في 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 القوائم في حالة إنه هو يعني ما توفرش علاجا. طبعا فيها من أشياء يعني يعني بعض العيوب الخلقية يعني أو فتحات في القلوب في القلب، فهم يعني بعد فترة يعني تتسكر بروحها يعني أوتوماتيكيا، وفي اللي منها لازم تحتاج تدخل بالقسطرة وتدخل جراحي. منظمة إيد الإنجليزية طبعا هو منتدى، هذا طبعا منظمة معروفة في العالم كله. طبعا تم التواصل احنا بالصدفة مع السيد الدكتور ناجي بركات، وتم اعتماد في السابق اتفاقية على اساس انهم هم يجوا ينفذوا زيارات لاجراء عمليات القسطرة القلبية وترقيع الثقوب ومعالجة الاشياء العيوب الخلقية. طبعا تمكننا من جبانهم في سنة 2019 بداية السنة، جبناهم وجو اشتغلوا هنا اجونا يومين، اشتغلوا قدانا 34 حالة كللت بنجاح، والآن قعدنا منذ فترة يعني من أشهر، وحني طبعا عندنا عدد كبير قائمة انتظار، يعني الناس تراجع وأهلهم، لأن طبعا هذه العمليات تكلف كبيرة، سعرها غالي في المصحات الخاصة، يعني العمليات أقل عملية من العمليات اللي اندارت هذه تكلف 30,000 دينار توصل ل100,000 دينار، يعني هذا يعني صعب، وشيء صعب على 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 دوي المرضى. فطبعا احنا تكاتفت الجهود من اجل البرنامج، تواصلنا مع اداره مكتب التعاون الدولي في وزاره الصحه، طلبنا منهم الاذن بالواحد، وبارك الله فيه مشكورين اعطونا موافقه، والتواصل مع الدكتور ناجي بركات وتواصل مع المنظمه، جهزنا من 50 إلى 60 حالة، جهزنا لهم القياسات نتاعهم، تم الكشف عليهم، تجهيزهم، تنظيمهم، وبعثنا القياسات هذه بتاع الديفايز او المواد المستخدمه اللي هي في القسطره العلاجيه، بعثناها من المنظمه وجابوا هم معاهم طبعا الحاجات هذه. طبعا بارك الله فيهم، طبعا المصرف الليبي المركزي السيد صديق الكبير اعطي تعليماته لمصرف اي بي سي في بريطانيا لتغطيه نفقات هذه الزياره. العدد المستهدف من 50 إلى 60 حالة في الزيارة هذه، ولكن طبعا الاختيار طبعا تم، احنا طبعا جهزنا الحالات وبدلنا قياساتهم وبلغنا بهم الواحد، اعطينا الاولوية للناس اللي هي حالات مستعجلة. احنا تو من ضمنها او لمس دخلت حالة جديدة، جتنا حالة جديدة قلناها انها حالة مستعجلة، لو انها ما اندرتش حتموت، فعلى طول دخلناها للقسطرة وتم التعامل مع الواحد واجراء القسطرة، والحمد لله حالتها كويسة، روحت حتى البيت. المريض لما تبي تبعته لبرا هل بيوصل لاخصائي ممتاز ويتعامل مع الحاله صح؟ هذه رقم. وثاني شيء عمليه التاشيرات، شوف قديش تاخذ من وقت، وتحصل لها تاشيره ولا ما تحصلش. بالاضافه لذلك مصاريف الاقامه والتذاكر والسفر لكل حاله، بالاضافه الى تكاليف العمليات والتحاليل والواحد، هذا كله يندار مجانا في 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 هنا في المستشفى، يندار مجانا. ولكن التذاكر والاشياء هذه كلها هذه مكلفه، لانك انت لما بتبعت شخص انت حيكلف اكثر بكثير مما انك انت تجيب فريق طبي ويشتغل الحالات ويبدا موجود هنا بين المريض، يبدا من اهله ودويه. ايه هذه كلها تكلفه كبيره على الـ على الـ على الفريق الطبي الليبي كله بالكامل، باطباء وتمريض وفنيين كلهم موجودين، شفتوهم انتم حضرتكم موجودين يشتغلوا مع الفريق جنب لجنب. بالعكس هذه أكبر فرصة يتم فيها الاستفادة والتدريب، لأن التدريب أثناء العمل أفضل من التدريب النظري. فأنت حني هنا لما موجودين هم هذا الفريق الطبي بممارسة الأطباء معهم، والتعرف على طرق جديدة وآليات جديدة للعلاج باستخدام القسطرة وبالجراحة وبغيرها، هذه طبعا تضفي شيء جديد على 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 على, 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 على العاملين من الطاقم الطبي والطبي المساعدة. بالتأكيد إنهم هم حتى تزيد مهاراتهم بإذن الله سبحانه وتعالى. إحنا ساعيين من أجل مهما كانت قلة الإمكانيات وعدم دعم المركز الطبي اللي يقدم في خدماته لمستوى ليبيا كلها بالكامل، إن إحنا ما نش موقفين جهد لأي شيء نقدر نوفره خدمة للمريض. هذه من أهداف ومن استراتيجياتنا، وللأسف إحنا درنا استراتيجيات ودرنا واحد، لكن للأسف الدعم ما فيش دعم. احنا يعني المركز الوطني عانى من مشاكل كبيرة وديون تراكمت بسبب شنو؟ بسبب تسيير العمل. احنا هنا حريصين جدا ان المريض لما يدخل المستشفى
أن يلقى جميع ما يتطلبه العملية العلاجية اللي تقدم لي. يعني حتى ممكن نقول لك أبسط شيء، حتى حبة أسبرين ممكن نقول له ما تجيبها ليش، لأنني نوفر له كل شيء، كله عن طريق شنو؟ عن طريق التعاقد المباشر مع الشركة بعض الشركات من أجل توفير الأشياء هذه اللي هي يعني تعتبر فيه من أدوية تخصصية ومستلزمات وغيرها وغيرها وغيرها، يعني تعتبر هدية من الأشياء اللي هي تثقل كاهل المريض وما يتمكنش من أنه هو يوفرها. الأشياء هدية مهمة جدا جدا. حني زي ما نحن نقوله مثلا، نقوله الواحد لما بيضيف حد وبيفتح له بيته لازم يكون عنده باش يضيفه، فحني هذا الهدف منه. حني هنا في المستشفى الآن نوفره لكل مريض يكون موجود دخل المستشفى أن تكون كل الأشياء متوفرة، إلا إذا كان شيء خارج عن الإرادة الغالب، لكن إحنا هذا هدفنا. ومع هذا تراكمت علينا الديون وخاطبنا الجهات، ومن هذا المنبر نوجه رسالة للسيد رئيس الحكومة والسادة الموجودين معاه في رئاسة الحكومة والسيد وزير الصحة، أن هو يلتفتوا للمرافق الصحية والمستشفيات هذه اللي هي تقدم في خدمة، وأن هو يتم دعمها بميزانيات مجزية تمكنهم من الاستمرار في أداء رسالتهم المكلفين بها. والله عندي بنتي في الستة شهور كشفت أن عندها اتساع في الشريان، والدكتور أعطاني علاج لمدة 6 شهور. بعد 6 شهور قال لي ما تسكرش، لازم ديري العملية قسطرة. ومشيت الحق لمصحة المجد الرويمي، حولني على المستشفى هنا، وبارك الله فيهم الحق، بارك في جميع الطاقم الطبي، الدكتورة مفيدة، الممرضات، القسم، مختبر، شو بنشكر شو بخلي وشو ما نقدرش خازي، كان بنشكر ما نوفيش حقهم مستشفى تجور القلب. الحمد لله توا كي طلعت من العملية لها قريب 4 ساعات، توا رضعت ما شاء الله. دكاترة طمنوك قالوا لك ما عادش تستحق قسطرة مرة ثانية؟ إن شاء الله بإذن الله توا غدوة عندها خروج وإن شاء الله خير، قالوا لي بإذن الله ما تستحق شيء.